يا شانتال يو رايت. نعم شانتال انت محقه تماما، هذا واضح جدا هنا في واشنطن. حينما كانت نيكي هيلي سفيره الامم في الامم المتحده اظهرت للصحفيين صاروخا كان قد اطلق على مناطق مدنيه من الحوثيين وكان عليه كتابه ايرانيه وكان واضحا بانه صاروخ من ايران. وطبعا ذكرت بان هناك شحنات من الاسلحه بعثتها ايران الى اليمن الى الحوثيين والتي طبعا تم احتجازها. وطبعا رويترز والتي هي وكالة محترمة وذات مصداقية وليست عدوة لإيران كتبت تقريرا أظهر بأن إيران ساعدت مباشرة الحوثيين بالتدريب والأموال وبالمعدات، وطبعا لديها موارد، لديهم موارد أيضا داخل اليمن وداخل إيران اعترفوا بذلك، تلك المصادر اعترفت بذلك. كما قلت فإن إيران كانت تتبجح وتفخرت بأنها تحتل صنعاء، وطبعا الآن هذا ليس سهلا بالنسبة إليهم، وهم بدأوا يتراجعون ويحاولون أن يقولوا بأن لديهم ليس لديهم أي علاقة بالحوثيين. علينا أن نكون حذرين بشأن الدعاية هنا. مثلا اليوم فقط كانت هناك شخصية في واشنطن وهي إيرانية أمريكية لديها منظمة وهي طبعا تعمل لدى النظام، وطبعا هم لا يقولون ذلك. هذه الشخصية قالت بأن الناس يريدون أن يخلقوا علاقات وهمية بين إيران والحوثيين. هذه هي كلمة للنظام هنا، وأدعو الناس لأن لا يصدقوا ذلك، والصحفيون ينبغي أن ينظروا في الحقائق. الحوثيون لا يمكن أن يقوموا بأي شيء بدون دعم من إيران، ليس لديهم المال وليس لديهم الدعم. هم بدأوا كمجموعة صغيرة حتى أعطتهم إيران الدعم. إذن العلاقات واضحة، وآمل بأن المجتمع الدولي بأنه لن ينسى تقارير رويترز والشحنات الأسلحة وطبعا عرض نيكي هيلي. كل الحقائق موجودة ولا يمكن أن نتجاهلها، وفي بعض الحالات هم قلقون مثلا من التصعيد والتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ويظنون بأنه ربما بنزع فتيل التوتر هو بإنكار هذه الحقائق، ولكن نحن نعرف بأن هذا لن يساعد ولن ينزع فتيل التوتر. ولا يمكن أن نترك إيران غير محاسبة، لأنهم يظنون بأنهم لن يحاسبوا، وإذا ظنوا ذلك فإنهم سيفعلون أكثر. لا يمكن بطبيعة الحال إنكار هذه الحقائق التي سردتها بشكل جيد جدا أستاذة كيلي الليلة في هذا العرض. لكن هنا دكتور عبد الله لابد من أن نتوقف عن نقطة أن هذه الإمدادات لا تزال تصل إلى الداخل اليمني وبشكل مستمر. التحالف العربي منذ فترة أيضا كان قد صادر شحنات أسلحة إيرانية للحوثيين وذلك مرات عدة. السؤال اللي يطرح، ما الذي يجعل خط الإمداد هذا إلى هذه الجماعات مفتوحا حتى الآن؟ أين المشكلة؟ الحقيقة إذا أردنا أن نكون صرحاء علينا أن نتحدث أنه لا يوجد سوى طريقان لوصول مثل هذه الأسلحة إلى الحوثي. الطريق الأول وهو الطريق البحري وتحت مظلة الغطاء الإنساني والعمل الإنساني، وهنا الحقيقة ميناء الحديدة هو أحد الشرايين الرئيسة التي يتم التصريف من خلالها، تصريف الأسلحة، تقديم الأسلحة بأجزاء مفككة حتى لا حجمها الكبير يتم اليوم وضعه في علب أو في كراتين الدواء وفي صناديق الدواء والغذاء وتقديمه للحوثيين. ونحن نعلم أن الحوثيون هم من يسيطر على هذا الميناء، وهم من يسمح برسو السفن، وهم من يمنع تفتيش هذه السفن من قبل الأمم المتحدة أو غيرها، وبالتالي السفن الإيرانية تصل على الدفعات متكررة حتى توصل للحوثي هذه الأسلحة. الطريق الآخر أنا أعتقد أنه طريق بري، وربما قد يفوت على السلطات العمانية الانتباه إليه. هناك أيضا سيارات تحمل بعض قطع الأسلحة وتمر من عمان إلى عدن ومن عدن إلى صنعاء بطريق البر عن طريق أيضا جماعات أخرى موالية للحوثي، وربما هي تبحث أيضا عن المال. وبالتالي هذين الطريقين هم الطرق الرئيسة التي يتم إيصال الأسلحة
إلى الحوثي من خلالها. التحالف فرض سيطرة بحرية وجوية إلى حد كبير، لكن الأمم المتحدة ما زال لديها أو تفتح متنفس للحوثي لأن يتصله الأسلحة عن طريق ميناء الحديدة تحديدا. وهذه هي النقطة الأخطر التي حتى اللحظة لا نفهمها. أستاذة كلي، البعض يتهم الجهات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة بالتواطؤ مع هذه المجموعات، كيف تنظرين إلى ذلك؟ ربما هذا اتهام قوي. أنا لست متأكدا ما إذا كان هناك تآمر أو تواطؤ. الأمم المتحدة لا تريد مثلا أن تغرق السفينة كما يقال، لا تريد أن تكون هناك مشكلة ثم تتعامل هي معها. هي تريد أن ربما أن تمسح الأشياء وتضعها تحت البساط كما يقال. الأمم المتحدة مكونة من العديد من الدول في العالم، وبعض تلك الدول بكل تأكيد تدعم إيران وسلوكها الهمجي. هناك مثلا روسيا والصين. لو أن الولايات المتحدة قدمت أدلة إلى الأمم المتحدة وأرادت فرض عقوبات وفعل أشياء أكثر تجاه إيران بسبب تمويلها ودعمها لهذه التنظيمات الإرهابية، فروسيا والصين ستعترضان. إذن كما قلت الآن هذا الموقف صعب. هناك العديد من الدول كما قلت تشجع إيران. إذن الأمر صعب. ربما روسيا تدعم إيران. أنا متأكدة بأنها سعيدة مما تفعله ربما إيران في اليمن، وهي طبعا تحاول أن تصد أي شيء يفعل في الأمم المتحدة لمنع ذلك. الولايات المتحدة عليها أن تعتمد على حلفائها وليس على الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة لن تفعل أي شيء، ولقد رأينا ذلك من قبل وسنراه مرة أخرى. لن يكون هناك أي شيء جديد. الولايات المتحدة عليها أن تتحدث عن هذا على الملأ، ومثلا المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ودول أخرى نتمنى أن تلتحق بنا. للأسف. شكرا لك أستاذة كلي. لكن قبل ما نختم هذا اللقاء دكتور عبد الله، اليوم كان في تغريدة لافتة جدا لنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، غرد وهو يؤكد أن ميليشيات الحوثي بفعلتها هذه الأخيرة تضع حبل المشنقة على الجهود السياسية. اليوم كيف ننظر إلى إمكانية حل ممكنة مع هذا الطرف بعد فعلته الأخيرة؟ أنا أعتقد أنها كانت رسالة واضحة من الأمير خالد بن سلمان، وربما استبقت وصول مارتن جريفيث في 25 من هذا الشهر إلى اليمن بأن الحوثيون لا يبحثون عن السلام. جربناهم في الكويت وفي ستوكهولم وفي أكثر من مكان، والآن في عمان في الأردن، ولكن هم يبحثون دائما عن إطالة أمد الحرب، عن تدمير اليمن، عن تدمير الدول المجاورة أيضا لليمن باستخدام شتى أنواع الأسلحة. لا يراعون أعرافا ولا قوانين إنسانية. وبالتالي فعلا اليوم نستطيع أن نقول أن الحل السياسي في اليمن حكم عليه بالأعدام مقدما. شكرا جزيلا لقراءة أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبد الله العساف، حدثنا من الرياض، والشكر يمتد للكاتبة الصحفية من واشنطن الأستاذة كيلي تورنس.